بل والأعداء رأوا منهجا يتحرك في دنيا الناس يتألق سموا وروعة وعظمة وجلالا وتوحيدا وإخلاصا وصدقا ووفاء وعطاء وبناء ومروءة وشهامة ورجولة إلى غير ذلك من الأخلاق التي ما عرفت الدنيا ولن تعرف مثلها، لأنها ما تجمعت إلا في من جمع الله فيه المحاسن خلقا وخلقا، ألا وهو المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أنت سمعت مني عبارات قبل كده بس مطلوب أقولها الآن، مطلوب أقولها الآن. خلي بالك، أنا قلت قبل كده لحضرتك لقد نجح المصطفى، ما يجيش بقى واحد فاشل يطلع لي على فضائية وقول فشل النبي في رحلة الطائف. أنت اللي فاشل وأفشل أهل الأرض. لما تقول فشل النبي في رحلة الطائف تبقى أنت اللي أفشل أهل الأرض يا فاشل. نبي ما فشلش وما لم يفشل قط، وما فشل النبي قط. والله العظيم كلام يبكي دما بدل الدم، يطلع مطنطن كده ولو رقبته وعلى فضائية يقول النبي فشل في رحلة الطائف. أنت اللي فاشل وأفشل أهل الأرض. ما فشل محمد قط، ما فشل محمد قط صلى الله عليه وآله وسلم. بأبي وأمي وقلبي وكياني وروحي، والله ما فشل في موقف من المواقف ولا في لحظة من اللحظات، بل هو الذي علم الدنيا النجاح، وهو الذي علم الدنيا الوفاء، وهو الذي علم الدنيا العطاء، وهو الذي علم الدنيا الأدب، وهو الذي علم الدنيا كل فضيلة. تطلع انت يا فاشل وتقول النبي فشل في رحلة الطائف؟ لا والله ما فشل، والله ما فشل قط صلى الله عليه وآله وسلم. ما لي سامحني والله انفعلت لأن قلبي بيحترق يا أخي. أنا ما اقبلش واحد يقول كلمة بهذه السخافة على سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يدعي أنه ممن يدعون إلى الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف علينا خيرا منها يا أرحم الراحمين. بقول لحضرتك لقد نجح المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أن يقيم للإسلام أمة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة، فإذا أمة الإسلام بناء شامخ لا يطوله بناء في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. هذا هو محمد يا جاهل، يا من تتهم المصطفى بالفشل. هذا هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. بقول لك أقاما، لقد نجح المصطفى، لقد نجح الحبيب، حبيب القلب والروح معا، في أن يقيم للإسلام أمة ودولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة. فإذا أمة الإسلام ودولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. إيه 23 سنة في عمر الزمن؟ لا شيء، لا شيء. اسمع اسمع ويريتك تتعلم، ويريتك تتعلم. أقول نجح صلى الله عليه وسلم في ذلك يوم أن طبع عشرات الآلاف من النسخ من هذا المنهج التربوي القرآني والنبوي. نجح صلى الله عليه وسلم في هذا يوم طبع عشرات الآلاف من النسخ من هذا المنهج التربوي القرآني والنبوي، لكنه بأبي وأمي وقلبي وكياني وروحي لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق، لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق في بطون الكتب والمجلدات، وإنما طبعها
على صحائف قلوب الصحابة بمداد من التقى والهدى والنور. فانطلق هذا الجيل الفريد ليحول هذا المنهج القرآني الرباني والنبوي في دنيا الناس إلى منهج حياة، إلى واقع، إلى عمل، إلى سلوك، إلى أخلاق. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، محمد الذي ما عرفت البشرية أعظم منه ولا أكرم منه ولا أشرف منه ولا أعلم منه ولا أتقى منه. فهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة لجميع العالمين من رب العالمين جل في علاه. أنا قلت قبل كده هو رسول، هو رسول، اوعى تنخدع بمن يقدم لك شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أنه عظيم من العظماء، هو كذلك، لكن بعد الرسالة، بعد النبوة. لأنك لو تعاملت مع شخصية النبي صلى الله عليه وسلم على أنه عظيم من العظماء فقط بعيدا عن النبوة والرسالة، فأنت مخير بين أن تأخذ منه ما تشاء وأن تترك ما تريد. لا، بل يجب عليك أن تأخذ كل ما جاء به المصطفى وأنت في غاية الحب لله والرضا عن الله، وأنت تردد مع الأولين السابقين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. خلي بالك، فهو رسول يتلقى الوحي من السماء ليربط الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف صلة. ده تلخيص للمصطفى صلى الله عليه وسلم، لتعرف الأمة وليعرف كل أحد يدعي الحديث والبلاغة عن الله وعنه صلى الله عليه وسلم ليعرف قدره. هو رسول صلى الله عليه وسلم يتلقى الوحي من السماء ليربط الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف صلة. خلي بالك من اللي هقوله تاني. وهو رجل سياسة، وهو رجل سياسة، والسياسة من الدين، والسياسة من الدين. ما فيش لا دين في السياسة. لا، ده كلام غلط، ده كلام خطأ وخطأ كبير. لا، السياسة من الدين. ما بعث الله نبيا إلا ليسوس قومه بمنهجه جل وعلا. ما بعث الله نبيا إلا ليسوس قومه بمنهجه جل وعلا. وهو رجل سياسة يقيم للإسلام دولة من